لو هنعمل امتداد يا دكتور مصطفى لناس من هنا يتم اخلاءهم في برج العرب، يبقى في تخطيط لبرج العرب. وانا عايز اقول لكم على حاجه بقى، الناس ما عملتش، عشان بس الكلام ده الكامل والنقل وللاسكان وللمحافظ، اي محافظ والوزير الري، اي وزير ري، مش اللي موجود دلوقتي، مش هحمله مسؤوليه يا دكتور مصطفى، انا مش هحمل تاريخ لحد. بس عايز اقول لكم، المواطن اللي بنى على الجسر مش ذنب المواطن، ذنب ايه؟ مؤسسات الدوله ما سابته، والتاني واللي بعده واللي بعده واللي بعده. فهو ما هو مش يعني مش هقول ان هو معذور، لا، الدوله غايبه فانتوا لا. واحنا بنعيد الكلام دوت عشان شوفوا اسمعوا، اي حاجه هتيجي تعملها الدوله هتجدوها ان هي بتحط كل الاعتبارات في التخطيط بتاعها. اي حد بيعمل الكتله الثانيه اللي هو حد عنده فدانين ثلاثه قسمهم ارض بيبيعهم شقق بس، طب المدرسه فين؟ طب المستشفى فين؟ طب لو في محلات خدمه للناس فين؟ مش كده؟ يعني عايز اقول المرافق اللي المطلوبه لاي عمل في بنعمله احنا بنحط فيه الكلام دوت وبتشوفوه. بنحط جامع، بنحط جامع، كنيسه بنحط كنيسه، مدرسه بنحط مدرسه. لكن اللي بياخد عنده فدان ارض بيقسمه بيبيعوا الناس اللي بياخدوا منه بيعملوا شقق. فمن فضلكم ساعدونا في ان احنا نغير بقى نمط حياتنا اللي احنا ماشيين بيه الى حاجه تانية افضل متنظمه ومتخططه ومتحقق فيها كل الشروط.